دشن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم 20 خدمة إلكترونية جديدة تشكل الحزمة الثانية من الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، والتي تأتي في إطار خطة متكاملة للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات، والتي توفرها الوزارة للجمهور بما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمكافحة جائحة كورونا. قد تم إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونية بحضور سعادة رئيس الأمن العام، معالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومدير عام الإدارة العامة للمرور. بهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوظيف التكنولوجيا في شتى المجالات تتضمن التحول بكفاءة وفعالية من النظم التقليدية إلى الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات، ومثمنا دعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمبادرات البناءة التي تتم في هذا المجال وتندرج ضمن خطة التحول الرقمي بمعايير احترافية. أشار معاليه إلى أن إجمالي عدد خدمات الوزارة التي جرى تحويلها من النظم التقليدية إلى النظم الحديثة بلغ حتى اليوم 104 خدمات، مؤكدا أن التحول الإلكتروني في خدمات الوزارة جزء من منظومة الحكومة الموقرة لمواكبة الأوضاع الراهنة وتعزيز الجودة أو الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، في مقدمتها تحقيق التباعد الاجتماعي وإلغاء الحاجة للحضور الشخصي ومراجعة فروع مراكز تقديم الخدمة، فضلا عن كون هذه الخدمات الإلكترونية تهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات. أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لكافة إدارات وزارة الداخلية والفرق التي عملت على تدشين هذه الخدمات، منوها إلى أهمية توعية كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات الإلكترونية. هذا ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال زيارة البوابة الوطنية أو عبر زيارة متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية.